النهارده لاعبتنا لاعبه النادي الاهلي كانوا بيخوضوا تدريبات قويه للغايه. هذه التدريبات اشتملت على جزء كبير جدا، كان في جزء منها بدني قبل ما التدريبات ما تبدا، اللي ركز فيها الجهاز الفني على كمان الجانب الخططي، كل ده في اطار الاستعداد لمواجهه الانتاج الحربي زي ما قلنا يوم الجمعه اللي جاي في اطار منافسات بطوله الدوري الممتاز يا كابتن. صحيح، ان شاء الله تبقى مباراه موفقه وان شاء الله الفوز للنادي الاهلي. كمان فايلر زي ما بنقول، فايلر النهارده بيعمل تنوع في الخطط، ويمكن شفنا الكلام دوت في مباراه النادي الاهلي امام انبي، وان الظاهرين محمد هاني وعلي معلول هم اللي بيحرزوا هدفي المباراه. وميزه فايلر ان هو كمان عنده تشكيله واسعه، عنده طرق لعب مختلفه، الهجوم عن طريق الاطراف، عن طريق وسط الملعب، عن طريق العمق، كل ده الرؤية الفنية لبايلر. عشان كده النهاردة في التدريبات ركز الجهاز الفني على الجانب الخططي اللي بيتميز به بايلر في المران للنهاردة، طبعا استعدادا لمواجهة الانتاج الحربي. المباراة اللي ان شاء الله هتقام يوم الجمعة المقبل طبعا ضمن منافسات الدوري الممتاز. وقام الجهاز الفني كمان بعمل تقسيم اللاعبين، قسمهم مجموعتين، مجموعة بتضم المدافعين ومجموعة اخرى بتضم خط الوسط وخط الهجوم. طبعا كل دوت علشان يركز بشكل او باخر على كل خطوط الفريق. الجانب الدفاعي كان موجود في فايلر ومساعده، الجانب الخططي كمان الهجومي كان ليه تدريبات خاصة، وده ضمن زي ما بنتكلم ان التنوع الخططي اللي بيقوم بيه فايلر على مستوى الجبهات وخاصة على المستوى الهجومي. شفنا الهجوم من الأطراف، شفنا الظاهرين زي ما قلت بيحرزوا أهداف، كمان التركيز من العمق عن طريق عمرو السولية في تقدم عمرو السولية ومجدي قفشة. فعايز أقول إن كمان الجانب التكتيكي اللي احنا يعني شفناه بشكل جيد جدا جدا النهارده فايلر من خلال تدريبات النادي الأهلي بيأكد عليه بشكل كبير.